امل الحمل امل جميل جدا، والست بطبيعتها اكتر من الراجل تحب تكون ام. كل ما زاد سن المريضه كل ما قل فرص الحمل بالحقن المجهري، ومع ذلك في مرضى بنعمل لهم الحقن المجهري في سن متقدم شويه وربنا بيكرمهم بالحمل. الست من اول ما بتتولد لحد ما بتقطع الخصوبة عندها ربنا بيديها عدد معين من البويضات بتقعد تستهلك على مدار السنين دي. ما ينفعش ان انا كاستشاري نساء عمالش بتابع السيدة بس، وما معيش مثلا استشاري ذكورة يتابع الزوج ده لما يكون عنده مشكلة. انا في الاخر مهمتي ايه؟ ان السيدة دي تحمل. انا ما اجيش بقى اعمل حاجة اقضي لها بيها على الخلفة. الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجهري وجراحة المناظير النسائية بمراكز رويال للخصوبة بالمنصورة ومصر للخصوبة بالمهندسين وسي بي سي كابيتال عباس العقاد ومستشفى الكنانة بطنطا. بطرق متعددة حاول الإنسان من قديم الزمان التحكم في اختيار جنس المولود. أهم المحاولات منسوبة من 5000 سنة قبل تأخر الإنجاب. بس النهاردة مش بنتكلم عن تأخر الإنجاب، بنتكلم عن قضية تانية ليها بعد طبي واجتماعي ونفسي مهم جدا. الطبي من ناحية إنه في أمراض في عائلات معينة تورث لنوع معين من الأجناس، يعني في أمراض تورث للذكور زي الهيموفيليا، زي الدوشين مايوباثي، زي أنواع معينة من حمى البحر الأبيض المتوسط، زي بعض أنواع الأنيميات. دي أمراض وراثية تورث لي ممكن الذكور بشكل واضح، في الهيموفيليا، في الدوشين. الدوشين ده مرض مزعج للغاية، مزعج جدا، مزعج ومؤلم ومأساوي، لأنه الدوشين ما هي بس مرض ضمور العضلات، العضلات بتضمر عند سن معين، ممكن جدا في سن 15 16 سنه تبص تلاقي القلب بيتاثر، الانسان ما بيقدرش يكمل حياته، بيتوفاه الله في سن صغير. في نوع تاني من ضمور العضلات الانسان بيعيش حياته عادي كامله، القلب ما بيتاثرش في المرض، اسمه بيكر، دي قصه تانيه. بس الامراض دي امراض يعني تخلينا اقول انه العيله اللي عندها بقى الحاله المرضيه اللي بتورث ليه سواء الذكور او الاناث بتبقى عايشه في توتر كبير جدا جدا، لان مع كل حمل هو ده مش خبر سعيد، احنا بقى هنقعد نفكر يا ترى المولود ده او الطفل ده طفل ذكر ولا انثى. لو ذكر هنقعد جنبه خايفين انه يحصل له زي اللي حصل لاخوه، وده اتعمل دراما كتيره في السينما كتيره جدا، انه الابن عنده حاله مرضيه في حالات مرضيه بقى كمان، يعني نوع معين من الاتاكسيا دي حاله بتصيب المخيخ، في حالات مرضيه الاتاكسيا بتيجي فيها يعني عنيفه جدا، بيبقى فيها مشاكل عقليه، بتبقى الانسان فيها يعني انسوشيال، ممكن يرتكب جرائم، ممكن يبقى شرس، ده بيتحط في رعايه معينه. الامراض دي بتنتقل برضو في جنس معين، يعني تبص للذكور ممكن يكون عندهم بنسبة معينة
في العيلة دي. وتعمل فيلم على فكرة، فيلم مشهور جدا، كان فيه نور الشريف مبدع فيه الله يرحمه، وكانت بوسي ويمان الطوخي الله يمسيه بالخير، كان المجموعة دي بيمثلوا قضية مهمة إنه العيلة فيها واحد عنده مرض وراثي وعمته كان عندها مرض وراثي. الله، ده قصة هنا بقى. طب أنا هختار الجنين إزاي؟ ده يعني قضية لازم ندرسها. طبعا في عيلات خلفت 3-4 بنات نفسهم في طفل، راجل ذكر يقف جنبه بناته، برضو كانت مسار خلاف ديني وهو الأخيري، والفتوى أفتت بجواز هذا الأمر، لكن هنقف قدام التقنيات. طبعا الأكل والتوقيتات بتاعت العلاقة الزوجية، الكلام ده كله طلع لا حقيقة له علمية ولا أصل له، هي كلها اجتهادات، كلها كده يعني خزعبلات ثقافية قديمة، فولكلورية قديمة. لكن خلينا نقول النهاردة أن حوارنا هيكون في منطقة زي ما قلت لكم حساسة جدا ومهمة. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور أحمد عاصم الملا، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير النسائية بمراكز رويال. أهلا بيك دكتور أحمد، منورني وسعيد بزيارتك جدا. أهلا بيك يا دكتور أيمن، ويعني بتشرف بتواجد مع حضرتك ومع مشاهدينا، وأتمنى أن هم يكونوا بيستفيدوا من الكلام اللي بنقوله لهم وبيفكروا بشكل أوسع شوية، يعرفوا تفاصيل أكتر شوية. وفي نفس الوقت دلوقتي يعني معظم المرضى اللي بيخشوا لنا دلوقتي بيبقوا قارين شوية وعارفين الحاجات اللي جايين يعملوها، وبالتالي بيبقى عندهم جزء من الثقافة، جزء منها صحيح وجزء منها خاطئ. احنا مهمتنا كأطباء ان احنا نصحح لهم الثقافة دي ونقول لهم الطريق الصحيح ونمشيهم بالخطوات الطبية الصح. اوكي، الحقن المجهري هو اللي بيحل مشكلة تحديد جنس المولود في وقت كانت القضية دي قضية يعني فيها خلافات وفيها، تعرف طبعا احنا مجتمع متدين سواء في الإسلام أو المسيحية، الموضوع ده عليه يعني نقدر نقول حالة من البحث الديني والعلمي الكبير. كلام حضرتك صح، يعني يمكن أنا بحط الحاجة دي تحت عنوان، أنا بقول حاجة اسمها الاستخدامات الأخرى للحقن المجهري. يعني إحنا كان عندنا كونسبت زمان أو اعتقاد إن الحقن المجهري ده إحنا بنعمله بس للناس اللي ما بتخلفش، اللي عندها مشكلة في الإنجاب، يعني هم جايين يعملوا حقن مجهري عشان عندهم مشكلة في الخلفة أو الإنجاب. لا، دلوقتي بقى القصة مختلفة. لا، ده أنا ممكن الناس دي بتنجب بس هم جايين يعملوا حقن مجهري عشان يحددوا الجنس زي ما حضرتك قلت، أو لسبب آخر إن هم يفحصوا عيوب وراثية أو عيوب خلقية ماشية عندهم في العيلة، أو ساعات في حالات بقى إجهاض متكرر وما لقينالوش أي سبب طبي عندنا في التحاليل الهرمونية وتحاليل الدم والمنظار والمناظير الرحمية، ما لقيناش أي سبب، بقى له حل عن طريق برضو الفحص الوراثي. يبقى دلوقتي بقى في استخدامات أخرى للحقن المجهري. لا، أنا بخلف بس أنا رايح أعمل حقن مجهري عشان أجيب ولد، أنا رايح أعمل حقن مجهري عشان أجيب طفل سليم، أنا رايح أعمل حقن مجهري عشان بجهض مرات متكررة وما فيش سبب واضح عندي. طبعا قصة حضرتك بتقول على موضوع التحديد الجنس والفتوى والدين، احنا طبعا اي حاجة بنرجع فيها لدار الافتاء، بس انا هقول للمرضى حاجة بسيطة جدا، ان احنا برضو التحكم فيها لله سبحانه وتعالى، وما نحن الا اسباب. بمعنى مش انا ممكن افحص للسيدة دي كل الاجنة اللي طلعها لها ما تطلعش فيها النوع اللي هي عايزة الولد؟ طيب مين المتحكم في ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. الاقي ذكور وازرعهم وما حضرتك قلت وما تحملش، مش ربنا مش رايد لها، سبحان الله. او الاقي ذكور بس يكون فيها تشوهات وبالتالي ما رضاش ازرعها، يبقى ايه؟ كل التحكم لله سبحانه وتعالى. هو بس العلم ادانا خطوه اعلى شويه ان احنا بدانا نعرف الجنين قبل ما يخش جوه الرحم. زي زمان ما الناس كانت بتحمل وتولد ما تعرفش اصلا المولود ده ولد ولا بنت، دلوقتي تطور بدأنا نعرف من الشهر الثالث بالسونار، طلع حاجة سونار ثلاثي الأبعاد ورباعي وخماسي الأبعاد، ويشخص التشوهات ويشخص حاجات ما كانتش موجودة في العلم زمان. هو العلم اتطور لخدمة البشر. طيب
هل القصه دي برضو ما نستهنش بالناس اللي جايه بتدور على قصه تحديد الجنس؟ في ناس تقول لك ايه انت بتخلفي وربنا مديكي ايه يعني بتدوري على الولد والبنت؟ لا دي مشكله عند بعض الناس، وبرضو نحترم الكونسبت دي عند بعض الناس، مش قصه انها ما بتخلفش مثلا الا بنات ومستنيه الولد. قصه المريضه دي ممكن تكون ولدت 3 4 مرات قيصري وعماله تحمل كذا مره عشان خاطر تجيب الولد، في نفس الوقت هي بتعرض نفسها لخطوره في كل عمليه ان ممكن يحصل لها مشاكل كبيره. يعني ممكن تنزف في العمليات دي، ممكن يحصل لها حاجه اسمها مشيمه اماميه، ممكن يحصل لها انغماس المشيمه في جدار الرحم اللي هي بلاسينتا اكريتا، ممكن يحصل لها بلاسينتا انكريتا وتبقى معرضه انها تشيل رحمك منها، عماله تحمل كتير وتولد قيصري وتولد قيصري. طب ما انا ولدت كذا مره وربنا لسه ما رضيش. ده كلام مهم جدا، ما مديني حل ثاني. انت كلام مهم جدا قلته، ده كلام مهم قوي. اول مره نشوف الجانب ده اللي هو الست اللي عايزه تخلف ولد مثلا، فبتضطر تحمل كتير، كل مره تحمل تجيب انثى فتكرر الحمل، فتدخل في المضاعفات اللي انت قلتها دي. يعني هي بقى دخلتها بسبب زي ما بيقولوا الرغبة في الخلفة دي والزن بقى اللي حواليها اللي هتجيبي ولد أو كذا، مع إن برضو عشان الناس تبقى سمعانة وفاهمة إن التحكم بنسبة كبيرة في الموضوع ده بيبقى معتمد على الزوج، لأن هو اللي شايل الكروموسومات اللي فيها الإكس والواي. الزوجه بتبقى مظلومه في الموضوع ده، ان لا انت ما بتخلفي، خلفتك كلها بنات. ولا الزوج كمان ملام؟ لا هو لا ملام ولا هي ملامه. ده هو يعني من هو الراجل هنقول له يعني هو الكهرباء انت دوسته غلط. هو المشكله ان احنا الكونسبت عندنا دلوقتي او الكونسبت في المجتمع بتاعنا بنرمي الحمل على الزوجه كتير في الموضوع ده. ده غباء مطلق. ده ما عندهمش علم. ده جهل وتخلف. يعني هتلاقي مثلا والدته في جهل، بيبقى جهل لديك عدم معلومات، لكن ده تخلف عقلي ان انا لوم ست او الوم راجل على انه خلفته بنات او خلفته ذكور. ده تخلف عقلي، مش ده مش جهل. الجهل مثلا واحد يسالني يقول لي ايه هو ده وارد في العلم وده ممكن ولا انتوا بتضحكوا علينا؟ ده جهل مش عارف. يعني ما يجي يسالني في تقنيه وقله ايمان بالله سبحانه طبعا. لان ربنا قال لك ايه؟ ويهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يعني ربنا هو اللي بيشاء وهو اللي بيهب. احنا جاست ان العلم ادانا خطوه ان احنا قدرنا نعرف، انما احنا مش اللي هنهب للناس الكلام ده. احنا بس العلم ادانا فرصه ان انا اعرف النوع قبل ما يخش لسبب زي ما حضرتك قلته، اللي هو سبب ان انا عاوزه ولاد وان انا خلاص ربنا بيرضيني بالبنات وعاوزه ولاد، او سبب اخر زي ما انا كنت بتكلم ما حطش نفسي في خطوره من تكرار العمليات القيصريه او تكرار الولادات اللي ممكن تعرضني لخطوره اخرى، او سبب ثالث ان عندي مشاكل في العيله في الولاده في البنات مثلا، فعاوز اجيب ولد عشان ما يبقاش في مشاكل اللي هي ماشيه في البنات بس، او العكس صحيح ان انا عاوز اجيب بنت عشان عندي مشاكل في الولاد. ما هو ده انا بدرق خطر عني او بدرق مشكله كبيره موجوده ما كانش ليها حل قبل كده. بدات اعرف وبدات اشخص وبدات اعرف الوضع ده عن طريق الحقن المجهري. طب هل المريضه اللي بتعمل تحديد جنس بتيجي تسالني هي عندها اعتقاد انها بقى مريضه بتخلف، فيلا حضراتكم خشوا بقى ايه اسحبوا لي البويضات وكملوا عملياتكم؟ اقول لا ده انت هتمشي نفس خطوات المريضه اللي بتعمل حقن مجهري. تقولي وانا بخلف عادي؟ والله وانت بتخلفي عادي، لان انا عاوز اطلع منك مش بويضه زي اللي بتطلعيها في الدوره، انا عاوز اطلع عدد وبعد كده يلقحوا ويعملوا اجنه، اخد من خليه من كل جنين في اليوم الثالث اوديها لحاجه اسمها الفحص الوراثي، يرجع يقول لي النتيجه بتاعتي ايه، سواء بقى ولد او بنت لو انا بدور على الفحص بس، او ان الجنين ده سليم او فيه اعاقه او فيه تشوهات لو انا بدور على حاجه اسمها الفحص الوراثي. لكن في اسباب تخليني افشل؟ طبعا، ما هي نفس نسب نجاح الحقن المجهري. المشكله يا دكتور ايمن اللي بيجوا بيعملوا تحديد جنس عندنا ايه؟ بتبقى السيده
يعني ممكن خلفت 3 4 مرات فسنها كبر شويه فنسب نجاحها نفسها قلت. يعني في لو حضرتك بصيت برضو معايا على الشاشه دلوقتي دي بيورينا تقنيه ازاي انا اقدر اخد خليه من الجنين. يعني ده في اليوم الثالث اهو هو بيسحب خليه اهو عشان يوديها للفحص الوراثي بي جي دي. ده البي جي دي ان انا اهو خد الخليه اهو بره هيوديها لحاجه اسمها الفحص الوراثي عشان يقول لي بقى بريمبلانتيشن جينيتيك دياجنوزيس او جينيتيك سكرينينج. دلوقتي حتى تقنياتها نفسها عليت. يعني احنا زمان كنا بنفحص بتقنيات اسمها السي سي اس كانت اقل جوده, دلوقتي بقى في حاجه اسمها الان جي اس دي بقت الاعلى جوده والاعلى تقنيه والاعلى دقه في الحاجات دي. كمان احنا قلنا ان هي في حالات الاجهاض المتكرر تخلي عن المريضة بتعمل حقن مجهري مع فحص وراثي مش عشان ما بتحملش ولا عاوزة أولاد ولا بنات والكلام ده, لا عشان بتسقط كتير وما فيش سبب واضح. لقينا ان الناس دي لما فحصنا الأجنة بتاعتها ان في جزء من الأجنة كبير فيها حاجة اسمها أنيبلويدي. أنيبلويدي يعني في تشوه في الجنين ده نفسه ومش واضح هو جنين. تيجي تلاقي المريضة عندها جنين واصل يوم خامس ومتطور وكويس وزي الفل ما فيهوش أي مشكلة, لو أنا شفته وما عملتلوش فحص وراثي هزرعه. يعني قدامي جنين كويس جدا, بس لما جينا عملنا فحص وراثي للناس دي اللي عندها أجنة يوم خامس ومتطورة كويسة وجيت عملت فحص وراثي لقيت جزء أنيبلويدي كتير أو إنها كتير فيها تشوهات وجنين ولا اتنين من اللي عملتلهم بس هو اللي سليم ولما زرعته المريضة حملت وكملت وده كان السبب. فشوف بقى العلم وصل بينا لإيه. احنا كل ما هنمشي في العلم كل ما هنتطور كل ما ربنا هيدينا من العلم. ودايما بنقول ايه, وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني ربنا بيدينا على قد اللي هو عاوز يديهولنا, انما في حاجات الهيه انا مش هقدر اوصل لها. انا بجتهد وبقول يا رب ويبقى التوفيق والاراده لله سبحانه وتعالى. احنا مش متحكمين في حاجه عشان معاذ الله ان احنا نكون احنا المتحكمين في الجنس زي ما الناس بيقول لك ده حرام اصل انتوا متحكمين في الجنس. احنا مش متحكمين, احنا بس ربنا ادانا من العلم ان نشخص الحاجات دي قبل ما تخش الرحم. لو طبعا صاحب القول في حته مشروعيه هذا الامر هو جهات الفتوى وجهات الفتوى انا افتي طبيا. احنا بنقول من الناحيه الطبيه والله ده شيء لا يتعارض مع الاصول المهنيه الطبيه. من الناحيه الدينيه لا, اهل الدين هم اللي يتكلموا لان احنا بنميل دايما للتخصص. فاحنا بما اننا بنميل للتخصص احنا لازم نرجع احنا يمكن لها. عندنا ده عملناه في مراكزنا في البدايه ان لما كان الكلام لسه في بدايه على تحديد الجنس دخلنا وجبنا موقع دار الافتاء حاطه في الصفح بتاعتنا حطينا اللينك بتاع دار الافتاء انه الناس تقدر ترجع له عشان تبقى مطمئنه قلبيا قبل ما تعمل حاجه زي ده. لان احنا اي عمل انت بتعمله هدفك الأول إرضاء الله سبحانه وتعالى وبعد كده مساعدة البشر. ما ينفعش أساعد البشر في حاجة هتغضب ربنا. ما ينفعش تساعد البشر في حاجة هتغضب ربنا, دي كلمة مهمة جدا جدا. وده الفيصل بين الطبيب العربي المصري وبين بعض الحتت لأن طبعا يعني بره هو عندهم القصة إن المريضة تحمل وخلاص. هو في أمريكا الجنوبية يعني هم بره عندهم حاجة اسمها بنوكسة المنوي والكلام ده اللي هي المحرم عندنا اللي بيبقى فيها حاجة من نوع من اختلاط الأنساب اللي هو محرم دينيا. احنا برضو الحاجات الدينية دي عندنا حدود فيها وبتقينا من حاجات تانية. ده هي المشكلة ان هم فاكرين ان هم متطورين علميا كده ان هم كده احسن, لا بالعكس ده هم عندهم مشاكل بتحصل لهم من وراء الحاجات دي كتير بس هم بيعلنوش عنها. في فيلم اتعامل على واحد كان بيجيب يعني هو كان فلوسه بيطلعها منين, ان هو كان سبيرم دونر في كل البنوك فخلف استغلوا حالاته المنويه وبدا يبحث عن ولاده البيولوجيين دول الستات اللي خدوا الحالات المنويه لهم حاجه في 70 واحد فراح لهم هم كبار بدا يدور عليهم واحد واحد في الفيلم. يعني لا بقى اللي بقى لعيب سله واللي بقى كاتب كبير واللي بقى ممثل واللي بقى مدمن مخدرات فاتصدم. يعني هم كلهم ما يعرفوش في الاخر فهم انه لازم يكون له لا السيكولي الطبيعي وده كان الفيلم اجنست موضوع انه الدونرز الدونرز ده لانه في النهايه بيخلق حاله خطيره جدا من انه طفل ينشا ام موجوده لكن الاب بالنسبه له مجهول. هو انا دايما مقتنع ان لا خير في عمل
يعني يخضب الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أنا بعمل عمل أولا برضي ربنا سبحانه وتعالى وبساعد به البشر، طالما ربنا هيرضى عنه أكيد هو عمل جيد. لو في إغضاب لربنا سبحانه وتعالى أكيد في شر أنت مش عارف. أكيد لازم نحذر جدا هذه الأفكار اللي ساعات بعض الناس اللي عندهم يعني ميول، مش هنقول ميول يعني مش متقيدين أو بالأديان، هم عندهم ميول تانية، دول أغبية جدا جدا. ودايما يعني فضيلة الشيخ شعراوي رحمه الله، رحمه الله الإمام، يعني كان يقول دايما إنه يا حسرة على الناس اللي ما عندهمش إله، ما عندهمش رب، هم بالنسبة لهم يعني هم عارفين ربنا موجود رب العالمين، بس هم في اعتقادهم ما عندهمش، حسرتهم كبيرة جدا، مش ما لهمش ملجأ، ما لهمش حاجة تطمنهم، ما لهمش يعني ربنا سبحانه وتعالى مش في مخيلتهم. فدول فعلا غلابة جدا، غلابة وفي بؤس رهيب وفي حزن فظيع. يعني دول لازم يراجعوا حساباتهم لأنهم موجودين للأسف. يعني احنا بنقول ايه، ان الحمد لله ان ربنا جعل الأطباء هم جزء لمساعدة البشر بعد إرادته سبحانه وتعالى والفايدة البشر في إرضائه سبحانه وتعالى. يعني نعمة الحمل ونعمة الإنجاب دي حاجة مهمة جدا. وفي ناس عندها مشكلة في قصة السكس سيلكشن أو قصة تحديد الجنس، ده احنا ما عندناش الأبعاد اللي موجودة. يعني برضو ما نستهنش بمشكلة أي حد وما جاي يقول لي أنا عاوز تحديد جنس، مستهين بمشكلته إنه هي إيه يعني ما هو بيخلف. لا، ممكن يكون عنده أبعاد تانية أنت مش عارف، طالما ربنا بيديك العلم إن تساعده تعمل. أنا عندي مريضة يمكن تستحضرني، كانت مخلفة 5 بنات، والدة 5 قيصريات، وزوجها مصمم واهل عيلته عاوزه تجيب ولد. يا بنتي انت هتخلفي اكتر من كده هيحصل لك مشكله، لا تعالي. فما كانش عندها علم اصلا ان في حاجه اسمها تحديد جنس، وان انا اقدر اعمل عن طريق الحقن والحقن المجهري هيفيدني او هيعمل. لا، ما كانش عندها العلم ده. لا، جت واجتهدت وساعدناها وربنا كرمها باللي هي عايزاه، بس بالعلم، وبالعلم تحيا الامه. على فكره ساعات كتير جدا انه البنت، وده اللي بيحصل في 99% من الحياه، تبقى حن على ابوها من الواد كتير وخلفت البنات دي حاجه جميله جدا جدا، وهي اللي بتقف جنبه. وده بنشوفه احنا بعد كده، بص الراجل جاي العياده عنده مشاكل مرضيه، مين اللي جايبه؟ بنته. مين اللي راحت معاه العمليات وراح عمل؟ بنته. مين اللي وقفت عاش معاها وبقت تجيب له تاكله كل يوم؟ بنته. والواد تايه في حته ثانيه، وساعات يبقى هو سبب المشاكل. فمش شرط يعني، بس انا بتكلم بعيد عن موضوعنا العلم، اللي بتكلم على انه دايما خلفه البنات او البنت تبقى حن على ابوها. طبعا البنت حاجه جميله، مفيش اجمل بالبنات. كان في اغنيه كده جميله او بتغني كده. لا، هو البنات حاجه جميله طبعا، بس احنا بنقول ايه، الناس اللي ربنا نفسها في ربنا يديها رزق الولاد، هو موجود بطرق شرعيه وطرق دينيه وطرق طبيه نقدر نساعدكم فيها، بعيدا عن الجهل وبعيدا عن المعتقدات الخاطئه من اكل او ايام او مقابلات في اوقات معينه او الكلام ده. كل ده خرافات بتعتمد على الصدف بس، انما الحاجه الوحيده اللي هتحدد الجنس فعلا هو الحقن المجهري مع اخذ عينه من الجنين لفحصه وراثيا ومعرفه اذا كان ذكر او انثى وزراعته جوه الرحم. ويا رب يكرم كل زوجين او يرضي كل الناس اللي نفسها في الانجاب او نفسها في نوع معين، ان ربنا يرضيها بيه ان شاء الله. انت نورتني النهارده وحسنتني. يعني اتشرفت بحضرتك دايما يا دكتور ايمن، واتشرفت بالتواجد مع مشاهدينا. يا رب يكونوا استفادوا من الكلام اللي قلناه، ويا رب ما يحرم اي زوجين من نعمه الانجاب ويمنوا عليهم بالذريه الصالحه، الاهم من النوع اللي هو الذريه الصالحه. اهم حاجه. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور احمد عاصم الملا كان في الناس الحلوه، خليكم دايما مع الناس الحلوة.